حرية ممارسته كما يضمنه دستور بلادنا والمواثيق الدولية المتعارف عليها. نضالات استطاعت منصة في الشق المتعلق بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، كما رفضنا قطعا مبدأ مقايضة الزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات اجتماعية كبرى. واستمرت المفاوضات لتحيين وتجويد العرض الحكومي لتستجيب في النهاية الحكومة لمجموعة من مطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل التي اعتبرها المجلس الوطني لمنظمتنا المنعقد استثنائيا يوم الجمعة 26 أبريل 2024 من مراحل النضال لانتزاع مجموعة من المطالب لفائدة الأجراء. وهكذا فقد تم يوم الاثنين 29 أبريل 2024 توقيع محضر اتفاق جماعي جديد مع السيد رئيس الحكومة واتحاد أرباب العمل ينص على ما يلي: الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025. الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي بنسبة 10% على دفعتين، 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 والثانية ابتداء من فاتح يناير 2026. الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي السماق بنسبة 10% يتم تطبيقها على دفعتين ابتداء من فاتح يناير 25 وابتداء من فاتح يناير 2026. تخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص ابتداء من فاتح يناير 2025، وذلك عبر الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويا، أي إعفاء الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريا. التنزيل الفعلي لحذف الشرط المجحف 3240 يوم من الاشتراك في الضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش، مما سيمكن آلاف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد من الاستفادة من معاش. أما بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد فقد تم الاتفاق على المبادئ العامة، وهنا نؤكد أن الاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر هذا الملف من المواضع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية الضيقة ما فتئ يتشبث بمواقفه المبدئية، ومن ضمنها ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير الأنظمة وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية. خلد ذكرى فاتح ماي هذه السنة والشعب الفلسطيني يعيش بالحق حرب إبادة وتطهير عرقي. ايضا نخلد هذا العيد الاممي بعد سلسله من الحوارات مع الحكومه في اطار الحوار الاجتماعي قصد تنفيذ وتنزيل ما تم الاتفاق عليه في 30 أبريل 2022، وكانت النتيجه كالتالي، هو أنه تم الاتفاق على زيادة 1000 درهم شهريا على دفعتين، كذلك مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لنا نحن والظروف التي مر فيها الحوار الاجتماعي بالحقيقة نقولوا رغم أنه يعني ماشي مقتنعين 100% بالقدر ديال الزيادات، ولكن نظرا للظرف اللي هو متواجد الان في العقار كنقولوا اللهم شويه ولا وادي.